ظرف الإصرار هو ظرف من الظروف المشددة في جريمة القتل وملوش دعوة بالترصد، ده ظرف مشدد وده ظرف مشدد تاني. في الأفلام بيقولوا مع سبق الإصرار والترصد عشان المجرم في حالات معينة بيكون جمع ما بين الظرفين أثناء ارتكابه للجريمة. طب إيه هو سبق الإصرار؟ هو تبييت النية على ارتكاب جريمة القتل، يعني فكرت وخدت وقتك وعزمت على ارتكاب الفعل، وده طبعا غير الحالة اللي بيكون فيها الجريمة وليدة اللحظة، زي إن واحد يشتم الجاني يقوم الجاني متعصب في ساعتها ويقتله بدون ما يكون مفكر في ده من قبل كده. وسبق الإصرار بيشدد عقوبة القتل، بيخليها الإعدام عوضا عن السجن المشدد.